الوضع في القاهرة وفي المحافظات المصرية مختلف في الجامعات، لأنه لغاية النهاردة الجامعات بتشهد عدد كبير من المظاهرات اللي بتتحول بعد كده لأحداث مختلفة، وتابعناها مع حضراتكم على مدى الأيام اللي فاتت، وبيحصل فيها احتكاك كبير وبيوصل لدرجة عالية جدا من الاشتباكات. النهاردة المشهد اتكرر مرة تانية في جامعة الأزهر وفي جامعة المنصورة. في الأزهر حصلت المظاهرات النهاردة وخرج الطلاب مرددين هتافات ضد النظام القائم، سواء الرئاسة أو القوات المسلحة أو الشرطة. وفي نفس الوقت الدكتور أحمد طيب شيخ الأزهر أصدر بيان بيطالب فيه بالهدوء والالتزام بأداب الإسلام في طلب العلم والاهتمام بالدراسة. الدكتور إبراهيم الهدهد نائب رئيس جامعة الأزهر قال إنه الجامعة ما قامتش بفصل أي من الطلاب اللي خرجوا من يوم السبت اللي فات في مظاهرات، وقال إنه تم تحويل، يعني اللي حصل إنه تم تحويل طالبتين في كلية الدراسة الإسلامية لمجلس التأديب. احنا معنا الدكتور إبراهيم الهدهد نائب رئيس الجامعة، برحب بحضرتك معنا يا دكتور. يا أهلا أستاذ شريف وأستاذ المشاهدين جميعا. أولا عايزين نعرف إيه قصة تحويل طالبتين بكلية الدراسات الإسلامية لمجلس التأديب؟ لا، ومش طالبتين فقط يا فندم، ولكن هي مجموعة من الطلاب وعدد آخر من الطالبات نتعرف عليهم من خلال الصورة لارتكابهم أعمال مخالفة للسلوك الجامعي ومخالفة للسلمية، فتتم الإحالة إلى مجالس التأديب. عددهم قد إيه مجموعة الطلاب اللي تحولوا يا فندم؟ يعني إلى الآن 15 طالب وطالبة. 15 طالب وطالبة؟ نعم. فطبعا نحن مجالس التأديب هي إجراءات قانونية، ومجلس التأديب كمجلس القضاء تماما، يكون من عميد الكلية ووكيلها وأستاذ وعضو قانوني، ويوقعون العقوبات التي ينص عليها قانون 103، والتي تتدرج من الإنذار حتى الفصل النهائي حسب المخالفة التي ارتكبها الطالب أو الطالبة المحال إلى مجلس التأديب. فبالطبع يتم هذا، يتم استدعاء للطالبة ولي أمرها إلى الحضور لمجلس التأديب، ثم بعد ذلك يتم إيقاع العقوبة. فليس هناك في قانون الجامعات ما يؤدي إلى الفصل قولا واحدا قبل الإحالة إلى مجالس التأديب. في أي نوع من الإجراءات الإضافية اللي اتخذت النهاردة يا فندم؟ لأنه مش دي مش أول مرة، ده احنا بنتكلم على اليوم الثاني على التوالي اللي بتحصل فيه لا مش اليوم الثاني، احنا النهاردة حضرتك اليوم لا بتكلم على من المشاهد الحادة من امبارح، يعني المشاهد الحادة قبل أمس الأحد، ولكن كانت أهدأ هذين اليومين. وهي كل ما أراه في الصورة الآن هو هذه المجموعة بالفعل، ولكن يبدو أن الصورة ضخمت حتى الحجم أزيد من اللازم، لأن هذا العدد في محيط يضم 120 ألف طالب وطالبة. هذا هو العدد الذي نراه أمامنا في الصورة، يجوبون الجامعة شرقا وغربا، وطبعا دي مجموعة الألتراس اللي تستخدم الشماريخ معاهم، ويحاولون إظهار أن الدراسة قد تعطلت في بعض الكليات. طب هو الألتراز اللي حضرتك بتكلم عنهم دول من طلاب الجامعة؟ بالتأكيد طبعا، الأشكال اللي بنشوفها بنتعرف عليها من خلال الكاميرات كثير منهم من الجامعة. كثير منهم الجامعة، يعني حضرتك بتقول إنه في ناس تانية بتدخل الجامعة؟ أيوة نعم. طب ليه ما بيتمش ليه ما بيتمش التعرف على دخول الناس اللي داخلين الحرم الجامعي؟ جيد، ويتم التعرف تماما، ولكن الذي يحدث انه ياتي مجموعه من الطلاب دفعه واحده حوالي 100 طالب، ويهجمون على الامن المدني ويدخلون في هذه الاثناء، ولكن يتم التعرف على كرنهات الطلاب دائما من خلال بوابات الجامعه، ونحن في قطر سور يعني حوالي 3 كيلومتر. دكتور ابراهيم الهدهد نائب رئيس جامعه الازهر، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معانا.